تتصدى أجهزة وزارة الداخلية لجرائم بيع سلع رديئة ومنتهية الصلاحية تضر بصحة المواطنين حال التمكن من طرحها للتداول بالأسواق. لذا اتخذت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تدابير وإجراءات أمنية لضبط مرتكب تلك الجرائم. فمع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يتزايد إقبال المواطنين على شراء حلوى المولد، ويستغل البعض ذلك في طرح حلوى فاسدة بالأسواق. لذا كثفت الإدارة من حملاتها الأمنية على مصانع ومخازن الحلوى عقب ورود معلومات أكدتها التحريات تشير إلى وجود حلوى منتهية الصلاحية بها استعدادا لطرحها بالأسواق استغلالا لتلك المناسبة. الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بتقوم بحملات مستمرة ومكثفة يوميا لمحاربة جرائم الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية. وردت بعض المعلومات بوجود مصانع غير مرخصة وغير مطابقة للشروطات الصحية. نزلنا لأحد المخازن يقوم بتعبئة حلوى المولد يفتقد لكافة الشروطات الصحية بالنسبة للمكان، بالنسبة للشهادات الصحية للعاملين بالمكان. الحملات التفتيشية النوعية التي شنها رجال الإدارة أسفرت عن نتائج إيجابية، فقد استطاعت ضبط 23 قضية بإجمالي أكثر من 113 طن مستلزمات إنتاج حلوى مولد وأكثر من 600 ألف قطعة حلوى جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وداخل مصانع ومخازن غير مرخصة تفتقد لأبسط الشروط البيئية والصحية التي تضمن سلامة المنتج، كما تظهرها تلك اللقطات للمخازن والمصانع منتجات بجوار صرف صحي ويعلوها الأتربة. أبرز القضايا التي نجحت الإدارة في ضبطها خلال تلك الحملات تمثلت في ضبط 5 مصانع لإنتاج وتعبئة الحلوى بالقليوبية، منهم مصنعان بدون ترخيص بداخلهم أكثر من 46 طن مستلزمات إنتاج حلوى ومنتج نهائي غير صالح للاستهلاك الآدمي وأكثر من 60 ألف قطعة حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 12 مصنعا لإنتاج وتعبئة الحلوى ومخزنين ومحلين لتجارة الحلوى بالقاهرة بداخلهم أكثر من 64 طن مستلزمات إنتاج حلوى مولد ومنتج نهائي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى أكثر من 500,000 قطعة حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتضر بصحة المواطنين، وضبط مصنعين لإنتاج الحلوى بالجيزة بداخلهم أكثر من 6,000 قطعة حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأكثر من طن مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي.